الو سي الو، عادل، مرحبا بك. ما كرحب بك في بارك الله الموقع ديال فيكم، سبورت نادور. بارك الله فيكم، باش نقربك شكرا. شويه للجمهور الناظوري اكثر، شنو هي يمكن لك تقرب لنا البطاقه التعريفيه ديالك؟ بسم الله الرحمن الرحيم، كنشكركم وكنشكر الناس ديال نادور سبور على الاستضافه هذه. شكون عادل الكروشي؟ من مواليد 1984، دي منطقة أحد مناطق مدينة الحسين بن بوعياش، يعني غادرت منطقة الحسين في سن ديال 4 سنوات، يعني استجمعت بعد الأب والأم ديالي الإجازة المهنية، والحمد لله كما كتعرف غادي نكون الشيء اللي درجت على جميع الفئات فريق الشباب المحملية. ومن ثم جيت لواحد السنة اللي جيت لفريق الناظور، كنت مدة ديالي 19 حوالي حتى 20 سنة. انا على ذاك فرق اليوم اللي كنت كيلعب في القسم الثاني، كان يعني كان قبل قوسين عندك غادي صعد القسم الوطني الاول، يعني بعد تماطل المسؤولين ديال الفريق الى النادي التعاقد معي، ثم شفت الرحال العوده ديالي في فريق الشباب المحمديه، ثم شفت ان شاء الله الرشاد البرنوطي لعبت لسنه تقريبا، ثم مشيت للباجي تونسي لسنتين، ثم الدفاع الهاشمي الجبيبي، وحاليا الحمد لله دابا انا مسحت فريق الرشاد الجبيبي، واللي الحمد لله فريق الرجاء البيضاوي حاليا وفر لي جميع الشروط، وتم المنادات عليه من طرف الاطار الوطني في رشاد التسجيل المقابل ديال موزمبيق، اللي كنت غادي نكون حاضر فيها. كارثني ولكن يعني 10 دقائق قبل بدايه المقابله عرفت الاصابه، يعني حرمتني باش نشارك في المقابله ديال موزمبيق، يعني تم اشتراك الزمن ديالي بركديش كذا ديال سي عادل. شنو هو التقييم ديالك البطولة الاحترافية المغربية الحالية؟ التقييم ديالي البطولة الاحترافية يعني مقارنة مع المواسم الماضية، يعني المواسم الموسم هذا يعني موسم غادي يكون صعيب وشاق لجميع الفرق الوطنية، يعني كما كنعرفوا الموسم الجاي ان شاء الله بالنسبة للموسم الجاي ولا ما قبله، الموسم الجاي انا احنا كمغرب يعني كيوش الاستحقاقات القارية، يعني غادي نحتضنوا يعني كأس العالم الأندية اللي غادي تلعب في مراكش وطنجة هنا في المغرب، يعني لا بالنسبة لا للوداد ولا الرجاء ولا الشمالاتي ولا الدفاع الحسني الجديدي ولا المغرب التطواني ولا المغرب التركي، يعني جميع الفرق تقريبا ديال اللي كيلعبوا في الصفة غادي يصارعوا باش يعني كل واحد فيهم يدير جهده باش يفوز باللقب ديال البطولة الوطنية باش يمثل الراية الوطنية المغربية في الكأس العالم الأندية. احنا كما كتعرفوا فريق الرجاء يعني حقق 4 انتصارات متتالية، 12 نقطة، يعني في الانتصارات المتتالية في كأس العاشرة مع أولمبيك أسيولا مع يعني حسين تجادير ولا مع كوكب مراكش مؤخرا، يعني غادي نشوف الناس هنا فريق البيضاوي إن شاء الله، يعني بعد رجوع بعض اللاعبين كالصالحي والشتابي إن شاء الله اللي غادي يكون حاضر في مقابلة الجربة الجاية إن شاء الله. شنو هي الآفاق المستقبلية ديالك سي عادل؟ الفقط المستقبل ديال فريق الرجاء البيضاوي هو كنتمنى نفوز ان شاء الله بالبطوله مع فريق الرجاء البيضاوي هذا الموسم هذا باش نشاركوا ان شاء الله الموسم المقبل في كاس العالم الانديه، كما كتعرفوا فريق الرجاء البيضاوي سبق لي شارك في كاس العالم الانديه، يعني كان اول فريق مغربي اول فريق عربي وافريقي كيشارك في النسخه الاولى ديال كاس العالم الانديه بالبرازيل، انا ذاك اللي كان وجه على فريق ريال مدريد ولعبنا مع فريق ريال مدريد كل يعني الكل شاف ديك المقابله ديال الفريق، قمنا بواحد فريق الرجاء البيضاوي قام بواحد المقابله كبيره باللاعبين ديالهم مستودع ولا ناصير ولا زكريا عبوب ولا السفري وصار القرقوري، انا ذاك كنت يعني كان واعر فريق الجمال البيضاوي ان شاء الله غادي نقدموا السنه غتكون سنه يعني غتكون سنه بامتياز، تكون سنه خضراء وتكون سنه رجويه ان شاء الله مع الاطار الوطني السي محمد فخير ولا مع اللاعبين، يعني ان شاء الله الحمد لله غادي في المسار الصحيح، ان شاء الله كان واعد بان الجمهور الرجوي وكان واعد بان كنقول البطوله غتكون رجوي ان شاء الله بامتياز، وان شاء الله غادي نفوزوا بكاس العرش ونفوزوا ان شاء الله نمشوا بعيد ابعد نقطه في كاس العرب ان شاء الله. واش عادل واش انت متفائل بالمستقبل ديال المنتخب الوطني المغربي؟ انا جد متفائل بمستقبل المنتخب الوطني المغربي، لان الاطار الوطني دائما ما كيفاش كيكون الاطار الوطني في المنتخب يعني كيزرع واحد الثقه في اللاعبين المحليين او في اللاعبين بالنسبه للاعبين المحليين اللاعبين المحليين المحترفين، يعني كما شفتوا السي رشيد التوسين هذا عيط على 14 لاعب محلي و12 لاعب محترف، يعني كما شفتوا اللاعب المحلي عطى التمر ديالو في المنتخب على سبيل الذكر، شوف يعني المقابله ديال كاس العربي في السعوديه فزنا في كاس العرب يعني بجميع اللاعبين اغلب اللاعبين المحليين، يعني عطى الفرصه يعني رشيد التوسين عطى الفرصه للاعب المحلي، هو عارف يعني الاجواء الافريقيه وعارف الاجواء يعني
عارف البطوله كان مزيان، عارف اللاعب يعني درب عده فرق تفيد قاسم كفريق الجيش الملكي وكفريق المغرب الفاسي وكفريق الوداد البيضاوي، يعني درب عده فرق وعارف شنو هو العقليه ديال اللاعب المغربي. المساعده ديالو لا مع رضي بن محمود ولا مع سيد البركراكي، يعني رشيد قاسم لما كنت في مدينه الحسيمه هذه يومين هذه فاش كنت في مدينه الحسيمه قصد بي السيرة شو التوفير حبي الفندق اللي حتى انا بمدينة الحسيمة وحبي ان شاء الله قال لي مزيان هذه بس ان شاء الله باش حاضر في المقابلة الودية مع منتخب الوطني في الشهر المقبل ان شاء الله. سي عديل ككلمة ختامية للزوار ديال موقع سبورت ناظور اللي غيشوفوك فيه. كنشكر الموقع الزوار ديال ناظور سبور وكنشكرك اخ زريوح اللي صافتنا على هذه الاستضافه هذه، كنشكرك بزاف لانني كنت متشوق باش نتكلم على روحي ونتكلم على بصفة عامة على الكره الوطنيه، ويعني كنشكركم بزاف هذه يعني صراحه يعني انا جد متفائل الكره الوطنيه المغربيه يعني غادي يعني خصنا نديروا يعني خص الشعب المغربي يدير الثقه في رشيد صوفي، لان رشيد صوفي اطار وطني واطار تحدي وعنده ما يقول ان شاء الله، وغادي يمشي معنا بعيد وغادي نوصلوا ابعد نقاط ان شاء الله، وغادي نتاهلوا حتى كاس العالم الانديه ان شاء الله، وغادي نفوزوا على منتخب كوت ديفوار يعني في اخر داري ان شاء الله باش نتاهلوا لكاس العالم الانديه ان شاء الله. وكنقول كلمه ختاميه، وقفوا مع رشيد صوفي ان شاء الله، راه المنتخب الوطني قادم بقوه ان شاء الله كما كان واحد الفريق كنعاود نقول واحد الفريق جماهير فريق الرجاء البيضاوي كنقول ان شاء الله الرجاء العام جاية وغتكون رجاوية بامتياز. شكرا للموقع زوار. اذا سي عادل كنشكرك على الكلمه ديالك اللي كانت في المستوى، وكنتمنوا لك مسيره موفقه رفقه فريق الرجاء البيضاوي، وكنتمنوا لكم الفوز في المقابله ديال الغداء ضد الفريق التونسي. كنت مع موقع ديال سبور ناظور مع محمد زريوح وشكرا. شكرا.